الرئيس السيسي يشدد في اتصال هاتفي مع ترامب على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا. المحكمة الدستورية في تركيا تؤكد أن حجب السلطات لموقع ويكيبيديا انتهاك لحرية التعبير. تقرير بريطاني يكشف حجم الانتهاكات التي يواجهها الأساتذة الجامعيون في قطر. تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. هذه جولة إخبارية مفصلة من إكسترا نيوز. البداية وكالمعتاد مع نانسي نور. تفضلي نانسي. شكرا لك أحمد. إذن مشاهدينا نبدأ مع حضراتكم نشرة التاسعة، حيث بدأ رئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تطورات عدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا. وأكد الرئيس السيسي على دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره. هذا وأعرب السيسي عن تقديره لجهود واشنطن في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، بينما جدد ترامب تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح المفاوضات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بابا الفاتيكان البابا فرانسيس بعيد الميلاد والعام الميلادي الجديد. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد تقدير مصر لجميع القيادات الدينية الدولية على مستوى العالم باختلاف أطيافها، خاصة قيادات الفاتيكان. أشار الرئيس إلى أن مصر تسعى لإرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر وترسيخ هذه الثقافة لتنطلق من مصر للمنطقة، فيما أشاد البابا فرانسيس بسياسة الرئيس السيسي لتحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء جميع الديانات، وهو ما تجسد على أرض الواقع في مصر بممارسات فعلية حملت العديد من الدلالات الرمزية ورسائل المحبة والسلام للعالم أجمع. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي ثوابت موقف مصر داعم لاستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة شعبها، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزبي كونتي، شدد السيسي على رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار. أكد فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن دار الإفتاء في حربها ضد الإرهاب اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها مواجهة هذا الخطر الذي بات يهدد الجميع. أضاف فضيلة المفتي خلال استقباله وفدا من أئمة ليبيا أن عمق العلاقات التاريخية الرابطة بين مصر وليبيا يحتم التواصل العلمي والديني بين علماء البلدين، خاصة في مجال مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب. وشدد مفتي الجمهورية على أن التماسك المجتمعي أمر أساسي في بناء كل دولة وقوتها، مضيفا أن التجربة المصرية الرائدة في العيش المشترك عبر التاريخ التي تتسم بالمحبة والمودة والوئام تظل
نبراسا يقتفى أثره بين الجميع. هذا وكشف الجيش الوطني الليبي عن إحراز تقدم كبير ضد الميليشيات المسلحة في جنوب العاصمة طرابلس. وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي بأن الجيش تمكن من دحر الميليشيات الإرهابية بمنطقة الهضبة، ما أسفر عن انهيار ما تبقى من دفاعاتها جنوب طرابلس. كان سلاح الجو في الجيش الليبي شن غارات جوية على مدينة مصراتة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش الليبي للمدينة لسحب مسلح من طرابلس وسرت. أكدت الرئاسة التونسية أن تصريحات أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه بالرئيس التونسي قيس سعيد. أشارت الرئاسة إلى أن ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة السراج في ليبيا لا يعكس الحقيقة، مستهجنة تصريحاته بشأن انضمام تونس لحلف تقوده تركيا في ليبيا. وشددت الرئاسة التونسية على أن تونس تبقى محايدة في ليبيا وأنها لم تنضم لأي تحالف. كما أشارت إلى أن الادعاءات التي وصفتها بالزائفة حول موقف تونس من ليبيا تنم عن سوء تقدير. أشارت الرئاسة التونسية إلى أن الرئيس قيس سعيد حريص على سيادة بلاده وحرية قرارها. هذا وعبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن انزعاجه من حالة التصعيد الخطيرة التي تشهدها الساحة الليبية حاليا. وجدد أبو الغيط في بيان له دعوته إلى كافة الأطراف الليبية للخفض الفوري للتصعيد والانخراط بحسن نية في الجهود التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة لوضع حد للعمليات العسكرية القائمة والتوصل إلى ترتيبات متفق عليها لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية وإزالة التهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة. ندد حزب آفاق تونس بالزيارة التي لم يكن معلن عنها للرئيس التركي وصفة إياها بالخروج عن الأعراف الدبلوماسية. كما أكد الحزب رفضه المطلق لكل أشكال الاصطفاف وراء محاور إقليمية وأيديولوجية وطائفية لها آثار سلبية على المصالح الاستراتيجية لتونس. فيما أكدت حركة الشعب أن أي تدخل عسكري تركي دعما للجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تهديدا لأمن تونس، بما في ذلك ما يسمى الاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعية الشعبية ودولة تبحث عن التوسع في المنطقة عبر دعم الجماعات الإرهابية. اتهم حزب الشعب الجمهورية في تركيا أردوغان باستنزاف موارد الشعب في تمويل الحرب بليبيا. وقال نائب رئيس الحزب أونال جاويك أوز إن أردوغان خصص 20 مليون ليرة لدعم حليفه السراج ونقل طائرات بدون طيار ومركبات مدرعة إلى ليبيا بدون اتخاذ الإجراءات القانونية بذلك. قال إيتون تشاراي نائب إزمير ورئيس السياسات القومية والأمنية للحزب الصالح المعارض أن الحرب الداخلية ليست مسألة قومية بالنسبة لأنقرة. وأضاف تشاراي أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت أنها تساند أحد أطراف النزاع، وهذا يعرض أي قوات ترسل إلى ليبيا إلى الخطر في مواجهة الجيش الليبي الذي يسيطر على نحو 77% من الأراضي الليبية ويحظى بدعم دولي واسع. Doğu Akdeniz'deki haklarımız tehlikeye girince şu anda henüz Birleşmiş Milletler tarafından meşru hükümet kabul edilen Trablus hükümetine giderek mavi vatanımızı korumak için bir anlaşma yaptı. Biz bu anlaşmayı destekledik. أثارت زيارة أردوغان المفاجئة إلى تونس استهجان ورفض مختلف أطياف المشهد السياسي في البلاد، حيث أجمع الكثير من الأحزاب على أن الزيارة مشبوهة وخطر على الأمن القومي. حزب مشروع تونس المنضم إلى كتلة الإصلاح الوطني البرلمانية أكد في بيان له أن زيارة أردوغان تشكل خطرا على الأمن القومي التونسي لأنها توحي بوجود سياسة محاور واصطفاف مع الإرهاب في ليبيا. كما حذر الحزب الدستوري الحر من اتخاذ الرئاسة التونسية أي قرارات باسم الشعب في علاقة من شأنها أن تمثل انحرافا عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي ترفض دعم الإرهاب أو تأييد اتفاقيات غير شرعية. اليوم نتصدم من جديد وقت نشوف السلطان العثماني صاحب الأحلام العثمانية يأتي إلى وطني.
يأتي إلى وطني معه من؟ معه وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات. يا عارنا ويا خزينا، يا عار تونس، نحن الشعب اللي عنده الأصالة والأعراف والأخلاق. احنا البلاد هذه اليوم أمام سيناريو العمالة والخيانة اللي خيلنا في ليبيا. الزيارة التي لم يعلن عنها بشكل مسبق اعتبرها العديد من المراقبين ضربا لبروتوكولات وأعراف الرئاسة التونسية منذ الاستقلال عام 1956، ووصفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التعتيم عليها إعلاميا بأنه خرق للسيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد. وفي الإطار نفسه اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بزيارة أردوغان المفاجئة، وجاءت أغلب تفاعلات التونسيين محذرة من نوايا أنقرة للاستحواذ على خيرات ليبيا واجتياح دول المتوسط وتدمير ما تبقى من تونس، مؤكدين أنهم لا ينتظرون إلا الشر من أردوغان. كما حذر آخرون من توريط تونس في الوضع الليبي بالاصطفاف مع الإرهاب وإهمال مصالح تونس مقابل تنفيذ مخططات تركيا، معتبرين أن السيادة التونسية تمر حاليا باختبار كبير. وقال مدون آخر إن تركيا بقيادة أردوغان وكتيبة الإخوان العالمية تستعد لصناعة سورية جديدة في ليبيا على أن يكون الفاعل الرئيسي حركة النهضة التونسية. هكذا يرفض الرأي العام التونسي التعدي التركي على سيادته، وينتظر توضيحا معلنا للخطة الدبلوماسية للرئاسة التونسية وتوضيح خياراتها الاستراتيجية أمام التحديات الراهنة. شددت رئاسة روسية الكرملين على رفضها لتدخل طرف ثالث في الشؤون الليبية بما يضر بعملية التسوية. هذا وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عن أمله في التوصل لتسوية سلمية للصراع في أقرب وقت ممكن، مستبعدا التواصل مع تركيا أو التنسيق معها حول ليبيا. Indirectly we're still a part of an investigative process because we're constantly وقد بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تطورات الأوضاع في ليبيا. وأشار بيان الكرملين إلى أن الجانبين دعيا إلى إيجاد حل سلمي للأزمة مع دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى الإسهام في التسوية الداخلية بوساطة من الأمم المتحدة. طرح رئيس العراقي برهم صالح استقالته أمام مجلس النواب اعتراضا على ترشيح كتلة البناء لأسعد العيداني رئيسا للحكومة. وقال برهم صالح في خطاب استقالته إن واجبه يفرض عليه عدم الدفع بمرشح لرئاسة الحكومة يخالف تطلعات الشارع العراقي ولا يعبر عن الإرادة الشعبية ولا يحافظ على مقتضيات السلم والأمن الاجتماعيين. وأكد برهم صالح أنه يتحفظ على تكليف مرشح كتلة البناء دون أن يكون له حق الاعتراض. وقد أغلق مجموعة من المتظاهرين طريق محمد القاسم السريع في العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على أنباء ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الحكومة. يأتي هذا في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات في البصرة جنوبي العراق، حيث أغلق متظاهرون ميناء أم قصر والطرق المؤدية للحقول النفطية. ويطالب المتظاهرون بترشيح شخصية مستقلة غير تابعة للأحزاب، بينما ينتمي العيداني لكتلة البناء البرلماني. أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إعادة قرابة 4000 لاجئ عراقي من سوريا وتركيا إلى البلاد خلال العام الحالي. وذكرت الوزارة أن أغلب اللاجئين عادوا بصورة طوعية من معسكرات للنازحين في تركيا وسوريا، مشيرة إلى أن منفذ إبراهيم الخليل مفتوح أمام عودة المزيد من اللاجئين.
في لبنان قالت مصادر محلية إن رئيس الوزراء المكلف حسان دياب سيعلن عن حكومة مصغرة تتكون من 18 حقيبة بدلا من 30. أشارت المصادر إلى أن دياب أطلع الرئيس ميشيل عون على أسماء بعض الوزراء الجدد، أنه يتجه للإبقاء على الوزارات المرتبطة بإنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي. أضافت تقارير أن دياب يسعى لاختصار مدة تشكيل حكومته الجديدة في مهلة لا تجاوز أسبوعين. أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيتخذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا، وردا على السؤال عما إذا كان سيتوجه أو سيوجه طلبا إلى الحكومة السويسرية، قال سلامة إنه سيتخذ تلك الخطوة على التأكد من خروج تحويلات مالية بصورة غير مشروعة من لبنان. في الأثناء اعتصم عشرات المحتجين أمام مقر مصرف لبنان في طرابلس، وأطلقوا الهتافات المنددة بسياسة المصرف المالية وبما أسموه الفساد وتحكم المصارف بأموال المواطنين ومعاناتهم في ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي أمام المصرف وفي محيطه. أفادت مصادر سورية بأن قوات الجيش باتت على مقربة من النقطة التركية العسكرية الرابعة في سراقب بإدلب. في سياق متصل أعلن الجيش السوري أن قواته باتت على بعد كيلومترات قليلة من مدينة معرة النعمان الاستراتيجية على الطريق الدولي حلب دمشق. من جهة أخرى تصدى الجيش السوري لهجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقاطه جنوب دير الزور بشرقي سوريا. وقد تمركزت عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في موقع كان يسيطر عليه الجيش الأمريكي في قرية تل السمن شمالي مدينة الرقة في سوريا. قالت تقارير روسية إن النقطة العسكرية باتت موقعا لانطلاق الدوريات الأمنية في الشمال السوري. كانت الحكومة السورية قد أكدت في وقت سابق أن القاعدة العسكرية التي تقع على مفترق طرق تربط محافظة الرقة بالشمال السوري وكانت تستخدم في نقل الأسلحة للجماعات الإرهابية. دعت موسكو أنقرة إلى تفعيل عملية تنفيذ مذكرة إدلب بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وفصل المعارضة عن الإرهابيين. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، قالت إنه لا يمكن الضغط عن الجيب الإرهابي في إدلب إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى روسيا أو إلى أن روسيا تدعو إلى تفعيل التدابير الخاصة بالتنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي حول الوضع في إدلب الموقعة في سبتمبر لعام 2018. قضت المحكمة الدستورية في تركيا بأن حجب السلطات في تركيا لموقع ويكيبيديا الإلكتروني المستمر منذ عامين يرقى لأن يشكل انتهاكا لحرية التعبير. كانت الحكومة التركية قد حجبت الموقع متهمة إياه بكونه جزءا مما أسمته حملة تشهير ضد أنقرة، بعدما رفضت إدارة الموقع إزالة محتوى قيل إنه يظهر تركيا داعمة لتنظيم داعش الإرهابي ومنظمات إرهابية أخرى. ورفضت ويكيبيديا إزالة المحتوى مؤكدة رفضها لكل أشكال الرقابة.
أظهر استفتاء حول أداء الإدارات المحلية تراجع شعبية حزب أردوغان إلى 32.4% مقابل صعود حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى 35.1%. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري السيد تورون إن الإحصاء يعد مؤشرا جديدا على تراجع شعبية حزب أردوغان وفشله في إرضاء ناخبيه بمختلف المحافظات. هذا واقتسم حزب الحركة القومية والخير المعارض المركز الثالث بنسبة 9.4% من جملة المشاركين، فيما حصدت الأحزاب الأخرى مجتمعة نسبة 3.2%. للمزيد من المتابعة من باريس ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور إبراهيم مسلم الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور إبراهيم أرحب بك. أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير. نعم وأنت بألف خير دكتور إبراهيم. دعني أبدأ معك إذن بآخر ما تناولناه في الشأن التركي وهو ما أظهرته نتيجة الاستفتاء الأخيرة عن تراجع شعبية أردوغان، كيف تعلق عليها؟ تفضل. طبيعي جدا شعبيته تتراجع لأنه يجر بالبلاد إلى حروب لا ناقة لهم ولا جمل فيها. يعني الآن كانوا في سوريا وفي شمال العراق والآن يتوجهون إلى ليبيا، هم دولة راعية للإرهاب، والشعب التركي بالتأكيد لا يريد أن تكون دولتهم بقيادات راعية للإرهاب، فلذلك شعبيته ستتراجع، وخاصة بعد أن انشق عنه زملائه وشكلوا أحزاب جديدة. هذه الأحزاب الجديدة في الانتخابات القادمة فستأخذ الأصوات التي كانت مخصصة لهذا الحزب. نعم، ولكن بالطبع حتى نتيجة الاستفتاء لم تأتي بسبب أفعال تركيا الدولية فقط دكتور إبراهيم، ولكن بالطبع هناك بعض الأجواء أو بعض المشاكل التي تعاني منها تركيا داخليا أدت أيضا إلى نتيجة هذا الاستفتاء. نعم، كما أشرتم إلى موضوع قيام موضوع حرية، يعني صحيح، حرية التعبير عن الرأي وحرية الإعلام وموضوع ويكيبيديا. يعني في الحقيقة موقع ويكيبيديا هو موقع أي إنسان بإمكانه أن يحرر صفحات فيه ويكتب فيه. عندما قبل عامين في وبالتحديد في نهاية أبريل 2017 عندما قامت الدولة التركية بحظر هذا الموقع في تركيا، بعد مرور عامين أقامت هذا الموقع دعوة على الدولة التركية وربحت الدعوة. وفيما بعد وبالرغم من ان موقع ويكيبيديا ربحت الدعوه الا ان تركيا والسلطات التركيه استمرت في حظر هذا الموقع، بالرغم بانهم يعني صرحوا للحكومه التركيه بان من حق اي شخص او اي جهه ان يحرر صفحات ويكتب بدقه وبشكل صحيح، وهي عباره عن صفحتين فقط على ويكيبيديا التي اتهمت تركيا بأنها راعية للإرهاب وبوجود وثائق. فكان الحري بتركيا أن تقدم أدلة بدلا من أن تقوم بحظر الموقع، أن تفند الخبر، أن تكذب الخبر، لا أن تقوم بحظر. وطبعا ليس فقط موقع ويكيبيديا، هناك الكثير من المواقع، يعني أهمهم تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمات كثيرة تقوم بحظرها ومراقبتها، وأيضا تفيق على الصحافة الداخلية، هناك صحيح الكثير من الصحفيين ومحررين في السجون الآن. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف من باريس الدكتور إبراهيم مسلم الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لك. ذكر موقع نورديك مونيتور أن تركيا تعتزم تأسيس شركة شبه عسكرية لإرسال مقاتلين ومرتزقة للخارج. قال الموقع إن تركيا تخطط عبر هذه الخطوة لإرسال مجموعة من العسكريين المتعاقدين إلى ليبيا، مشيرة إلى أن هذه الشركة ستضم مرتزقة يعملون في الخارج. أحصت إدارة الأعمال الاجتماعية لمقاطعة إسطنبول التابعة لحزب السعادة بوجود 8000 من سكان المدينة بلا مأوى، وأشارت الإحصائية إلى أن 99% من المشردين لم يستطيعوا الحصول على أي مأوى، لذلك لجأوا للشوارع، وأن من بينهم أطفال ورجال أعمال سابقين ولاعبي كرة سابقين وذوي مؤهلات عليا. We'll be right back.
عزز تقرير نشرته صحيفة أوبن ديمقراطي البريطانية ما نشرته منظمات دولية بشأن ما وصف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال في الدوحة، حيث تجاوزت الانتهاكات العمال لتطال أساتذة جامعيين. جاء في التقرير أن اتهامات حول ارتكاب انتهاكات وصفت بالخطيرة لحقوق الأساتذة في أكثر جامعات قطر تميزا، حيث يعيش أعضاء الهيئة التدريسية فيها في جو من الخوف، يخشون من التحدث حول ممارسات تعسفية ضدهم بسبب نشر السلطات القطرية آليات الشرطة في الحرم الجامعي لإسكات أي صوت معارض. أشارت الصحيفة إلى استقالة أستاذ من جامعة قطر بعد أن أرسل رسالة مفتوحة إلى زملائه وطلبته يشير فيها إلى الفساد والمحسوبية في هذه الجامعة. الدكتور أسامة السعيد الكاتب الصحفي في جريدة أخبار اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور أسامة، أهلا وسهلا بحضرتك. الإجراءات التي يمكن أن تتخذ حيال أساتذة جامعيين، هذه ربما يكون لها طبيعة مغيرة إلى حد ما عن ممارسات قد ترتكب بحق عمال يعكفون على بناء بعض المنشآت الرياضية التي ستستضيف كأس العالم 2022. ما هي الغاية القطرية من الإتيان بسلوك كهذا حيال قدر من التعلم عند هذه الشريحة؟ يعني بداية دعنا نتحدث أولا أن السياسة القطرية أو سياسة الحكومة القطرية عودتنا على نهج مزدوج في التعامل مع الكثير من القضايا. ففي الوقت الذي تزعم فيه قطر أنها تدافع عن الحريات أو أنها تدافع عن حقوق الشعوب، تجدها في نفس الوقت تمارس قمعا متزايدا وقمعا حقيقيا تجاه كل رأي معارض أو محاولة لإبداء حتى الرأي، حتى ولو لم يكن معارضا، حتى وإن بدأ مختلفا بعض الشيء عن الرأي السائد أو الرأي في السائد للحكومة القطرية. وهذا ربما يتجلى بوضوح في التعامل مع بعض الفئات. كان حضرتك أشرت إلى التعامل مع بعض العمال، وهناك الكثير من التقارير الحقوقية والتقارير المتداولة في العديد من وسائل الإعلام العالمية حول إساءة معاملة العديد من العمال في قطر. وأعتقد أنه رغم حتى محاولات تحسين هذا الوضع خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق المأمول ولم تستطع تحسين الوضع للعمال، لآلاف العمال الذين يشاركون في بناء مؤسسات. لكن دكتور أسامة، حضرتك تدرك أن هناك مراكز توصف بالمراكز البحثية، وهناك بعض الجامعات التي يتم فيها استقطاب بعض الأساتذة أو من يصنفون على هذا النحو من دول عربية مختلفة بفلسفة شراء الذمم، وحضرتك تدرك أن هناك عديد الممارسات التي تم فيها استقطاب كتاب وأكاديميين عرب في مراكز بحثية وفي جامعات قطرية. لماذا يمكن لقطر أن تأتي بهذا السلوك حيال من يوصفون بأنهم مشترون بالفعل؟ يعني من الصعب أن احنا نصف كل من يقوم بالتدريس أو يقوم بالعمل في قطر على أنه هو مشترى. صحيح. الحقيقة هناك بعض الأساتذة وبعض الجامعيين والأكاديميين يعملون ويساهمون بشكل جاد وبشكل حقيقي. نعم. لكن للأسف الشديد هذه الممارسات لأنها أحيانا يفيض بالبعض من بعض الأوضاع فيضطر إلى التعليق. ويمكن حضرتك الحالة اللي أشرت إليها، هو أستاذ يملك أو لديه الجنسية الأمريكية، وربما هذا هو ما شجعه على التعبير عن رأيه، لكن هناك مئات الأساتذة وربما أكثر من ذلك لا يستطيعون حتى التعبير عن رأيهم تجاه السياسات القطرية أو تجاه سياسات الحكومة القطرية خوفا من إنهاء أعمالهم. هناك العديد من الحالات، الحقيقة هناك حالات كثيرة جدا تم إنهاء وجودهم في قطر وتم إنهاء أعمالهم لمجرد أنهم عبروا عن اختلافهم مع السياسات القطرية حتى على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وليس بشكل رسمي. وبالتالي نحن نتحدث عن دولة أمنية بامتياز، دولة تمارس هذه السياسات وتكرس لفكرة الازدواجية، هي تحاول أن تمنع كل صوت مخالف أو كل صوت يبدو فيه اعتراض. نتذكر جميعا الواقعة الشهيرة لأحد الشعراء القطريين عندما وأنا كان هذا كان 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 هذا سؤالي لحضرتك دكتور أسامة. حضرتك أشرت إلى عبارة ازدواجية المعايير أو ازدواجية المنطق في التعامل من قبل السلطات القطرية، وسائل إعلام قطرية تدافع أو تتصدى لقضايا حقوق الإنسان والحريات وما إلى ذلك، بينما يضيق صدر السلطات القطرية بقصيدة ولد الذيب مثلا التي فهم من فحواها أنها تحمل انتقادا للسلطات القطرية وسجن على إثرها، تتحدث عن دعم حقوق الإنسان والوقوف في وجه التطرف والإرهاب، بينما الممارسات على الأرض تقول أمرا مغايرا لذلك. حتى أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم قال في مؤتمر صحفي وهو يتبسم: أنتم تدركون أننا لسنا دولة ديمقراطية. ما هو الأساس الذي تقوم عليه هذه الازدواجية القطرية؟ يعني الحقيقة هذا هو نهج دائم، يعني لا ليس فقط فيما يتعلق بالتعبير
عن دعم قضايا حقوق الإنسان ومنعها بشكل كامل في الداخل القطري، لكن الحقيقة هذه الازدواجية ممتدة لكل أوجه التعامل وفي كل أوجه الفعل القطري. الحقيقة يمكن لو تأملنا كل السياسات القطرية هنجد أنها تقوم على فكرة الازدواجية، هي تبدي عكس ما تبطن، وبالتالي هي تقدم شعارات لا تقوم بها في الحقيقة. هي تدعم على سبيل المثال مثلا جماعة الإخوان الإرهابية في العديد من دول العالم وتستضيف قيادتها وتمول أنشطتها، لكن لا تجد فرعا لجماعة الإخوان في قطر. قطر تدافع عن أو تزعم أنها تدافع عن حريات الشعوب، عن حق الشعوب في التظاهر وفي حق الشعوب في الثورة على أنظمتها الحاكمة، بينما لا يمكن أن ترى تظاهرة واحدة يسمح لها بالتواجد أو بالتعبير عن الرأي في قطر. حتى على سبيل المثال دعني يعني أسوق مثال مدهش للغاية الحقيقة، عندما صدرت بعض الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، حاول بعض المواطنين والمقيمين في قطر تنظيم تظاهرة لبضعة أمتار أمام إحدى السفارات الأجنبية، يعني استغرق الأمر شهور حتى يمكن استصدار تصريح أمنية وتم التطبيق على هذه التظاهرة. وهذه مسألة يعني كانت تبدو عبثية الحقيقة، يعني هذه التظاهرة التي لم تكن تظاهرة بضع عشرات أو مئات يتجمعون لدقائق معدودة، كان الأمر يستغرق شهور لاستصدار تصريح أمنية. هذا لا يمكن أن تجد مقالا مخالفا للسياسة القطرية في الصحف القطرية. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور. الجزيرة على سبيل المثال التي تزعم أنها تدافع عن الحقوق والحريات وأنها تتبنى الرأي الآخر، لا يمكن أن تتحدث عن الشأن القطري الداخلي، لا يمكن أن توجه أي نقد أو حتى تغطية محايدة وموضوعية للشأن الداخلي القطري. وبالتالي نحن نتحدث عن ازدواجية منهجية ليست مجرد إجراءات، نحن نتحدث عن ازدواجية منهجية في كل السياسات القطرية. قطر تدعم الإرهاب وتتبنى جماعات إرهابية وتمول جماعات إرهابية، في الوقت الذي يزور فيه رئيس وزراء قطر ويحضر بعض أفراح متهمين بالإرهاب ومدرجين على قوائم، كان يجلس إلى جواره في أحد العروض العسكرية أحد المصنفين أيضا على قائمة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب. شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة السعيد الكاتب الصحفي في أخبار اليوم، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الروابط التي تجمع المملكة مع باكستان جعلت العلاقة بينهما نموذجا مميزا. تصريحات المسؤول السعودي جاءت خلال زيارته إلى إسلام أباد لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلا عن مناقشة القضايا محل اهتمام المشترك. احتجزت الشرطة الهندية في العاصمة نيودلهي العشرات من الأشخاص الذين كانوا يحتجون على قانون الجنسية الجديد. وقال شهود عيان إن المتظاهرين اعتقلوا خلال ترديدهم شعارات ضد حزب بهارتيا جناتا الذي يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودي احتجاجا على القانون الجديد، فيما خرجت تظاهرات كبيرة في بومباي احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين، إذ قتل 23 شخصا في جميع أنحاء البلاد فيما اعتقل الآلاف منذ صدور قانون الجنسية الذي يستهدف أبناء الأقلية المسلمة. صوت أعضاء حزب ليكود اليميني الإسرائيلي لانتخاب رئيس للحزب، وينافس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهي ولايته في الانتخابات جدعون ساعر، والذي قال إنه سيكون بديلا أفضل لتشكيل حكومة في الانتخابات المقررة في مارس بعد أن فشل نتنياهو في ذلك مرتين في انتخابات متكررة هذا العام. واعتبر ساعر أن التصويت يمثل يوما حاسما بالنسبة لحزب ليكود. محليا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التنسيق التام بين الوزارات، خاصة في الملفات المشتركة التي تهم المواطنين وتتعلق بالخدمات المقدمة لهم. وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، وجه مدبولي الوزراء بالتنسيق مع المحافظين لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المختلفة وفق التوقيتات المقررة لها،
كما أكد ضرورة التواصل المستمر والفاعل مع أعضاء مجلس النواب وحضور جلسات البرلمان واللجان المتخصصة عند مناقشة ملفات وزاراتهم، مشيرا إلى أن هدف الحكومة ومجلس النواب واحد، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطنين. كما أعلن مجلس الوزراء تبنيه تطبيق سياسة الحقن الآمن وكذا الإجراءات المتعلقة بمأمونية نقل الدم، وذلك وفقا لمعايير وتوصيات وزارة الصحة المنبثقة عن إرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بوضع برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير لميدان التحرير وإعادة رونقه وإبرازه على نحو حضري. وخلال تفقده لأعمال تطوير الميدان، وجه مدبولي بالعمل على سرعة تجميل صورة المباني المحيطة بالميدان. وقال مدبولي إن الحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صوره، مضيفا أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة التاريخية مع انتقال الوزارات الحكومية في العام المقبل للعاصمة الإدارية، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي. كما تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون والمدابغ والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بعين الصيرة، مؤكدا أن مشاهدته المنطقة من تطوير يعد إنجازا عظيما، إذ كانت المنطقة مصنفة كغير آمنة وتحولت إلى منطقة جاذبة للصناعة. أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم نقل جميع الورش والمدابغ إلى المدينة الجديدة للجلود بالروبيكي، كما تم نقل نحو أكثر من 1500 أسرة من منطقة سور مجرى العيون إلى المدن الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية. وكشف وزير الإسكان عاصم الجزار عن مخطط لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي، نظرا لما تتميز به من مواقع أثرية مهمة. نحتفل بإخلاء المنطقة بالكامل من كل المباني اللي كانت موجودة فيها. احنا بنتكلم هنا على مسطح منطقة 95 فدان، يعني تعتبر ضعف منطقة مثلث ماسبيرو، اللي تقريبا ضعف مثلث ماسبيرو بالظبط. احنا هنا اخلينا بالكامل كل المدابغ والورش اللي كانت طبعا كانت بتساهم في جزء كبير في تلوث الجو بتاع القاهرة. طبعا اتنقلت كل هذه المنشآت للمشروع الجديد الحضاري في مدينة الروبيكي، لكن كان جنب الى جنب مع هذه المدابغ كان هناك مباني للسكنة لعدد اكثر من 1500 اسرة كانوا موجودين ايضا في هذه المنطقة، وبرضه تم اخلاءهم واعطائهم السكن البديل في المناطق اللي الدولة فالحمد لله انشأتها النهاردة، زي منطقة الاسمرات او في مدينة بدر، بحيث بقى النهاردة كل هؤلاء الاسر ايضا حصلت على سكن بديل مناسب ولائق ليها. كما شملت جولة رئيس الوزراء تفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، حيث استمع إلى عرض حول الموقف التنفيذي للإزالات منطقة عين الصيرة العشوائية المجاورة للمتحف، وذلك تمهيدا لتطويرها في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المظهر التاريخي لمدينة الفسطاط. كما وجه باستثمار البحيرة الصناعية التي يتضمنها الموقع بإنشاء أكثر من نافورة وأعمال إضاءة متميزة. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الإعلام له دور كبير في نقل الصورة الصحيحة للرأي العام حول التحديات التي تواجه الدولة وما تقوم به الحكومة من إجراءات حيالها، وذلك بموضوعية وحيادية. أشار رئيس الوزراء خلال حوار مفتوح مع عدد من الكتاب والصحفيين إلى أن الحكومة كانت حريصة طوال الفترة الماضية على الاستجابة لكل ما يثار بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والنهوض بأداء كافة قطاعات الدولة. تولي الدولة اهتمام بالمنظومة الصحية، ولهذا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأ تفعيلها بشكل تجريبي في بورسعيد في يوليو من العام الجاري. المزيد نتابعه في هذا العرض. منظومة التأمين الصحي الشامل، تم اختيار بورسعيد للتشغيل التجريبي للمنظومة لمدة شهرين بداية من يوليو 2019. وفي 26 من نوفمبر أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المنظومة رسميا من بورسعيد خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بالمحافظة وشمال سيناء.
ومع نجاح المنظومة في بورسعيد، أعلنت المحافظة عن تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن وفتح أكثر من 160 ألف ملف عائلي ضمن مشروع التأمين الصحي الجديد. المنظومة عبارة عن نظام تكفلي اجتماعي تقدم من خلاله الدولة الخدمات الطبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل فيه بعلاج غير القادرين، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية. تعمل المنظومة على تقليل الانفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض. تساهم في تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية. تغطي المنظومة جميع الخدمات الطبية للمنتفعين بداية من الكشف الطبي، مرورا بالأشعة والتحاليل، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة. يشترط أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا الاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بالخدمات بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالة الطوارئ. يلتزم رب الأسرة بدفع اشتراكات المسؤول عنهم، وهم الزوجة غير العاملة وباقي أفراد العائلة، فيما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين. التطبيق على 6 مراحل على مدار 15 عاماً، بداية من 2018 حتى 2032، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء والإسماعيلية، المرحلة الثانية محافظات أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر، المرحلة الثالثة محافظات الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج وكفر الشيخ، المرحلة الرابعة محافظات أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا، بني سويف، المرحلة الخامسة محافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، المرحلة السادسة محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية. الهيئات المعنية بتطبيق القانون هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، هيئة التأمين الصحي تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي، وتتطلع وزارة الاتصالات في المنظومة الجديدة بدور كبير، إذ أنها ستنفذ البنية المعلوماتية لربط جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بكابلات ضوئية سريعة وميكنة إنشاء سجل صحي متكامل للمواطنين. نظمت وزارة الداخلية احتفالا خاصا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة من متحدي الإعاقة. اهتمام غير مسبوق تليه الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع، وحرص من القيادة السياسية على أن يحصلوا على حقوقهم كاملة كما كفلها لهم الدستور. واتساقا مع هذا التوجه وانطلاقا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتحت راية مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، نظمت الوزارة يوما ترفيهيا لعدد من أطفال مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة. تم خلال هذا اليوم تقديم عدة فقرات ترفيهية لهم وتوزيع هدايا عينية عليهم. ويأتي هذا اليوم الترفيهي مشاركة من وزارة الداخلية لهؤلاء الأطفال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. أولاد مبسوطين جدا، كان في استقبال حافل ورائع بيهم، وكمان شهدوا عرض كله إبداع وكانوا مبهورين بيه جدا، إلى جانب حسن الضيافة من كل اللي موجودين. الطلبة مبسوطة جدا واليوم جميل جدا، ومش قادرين نعبر عن اللي جوانا من فرحة ولادنا باليوم فعلا يعني. وبهذه المناسبة أيضا نظمت الوزارة احتفالية لعدد من طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة بمقر أحد أندية الشرطة، حيث تم استقبالهم بالورود واصطحابهم في رحلة نيلية للاستمتاع بأجواء طبيعية خلابة وساحرة. كما تضمن برنامج الحفل عروضا وفقرات فنية مختلفة ومتنوعة استمتع بها الحضور وتفاعل معها، فضلا عن توزيع هدايا تذكارية على الطلاب
لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم. الولاد انبسطوا جدا بالزيارة وبالرحلة النيلية وكانوا بيرقصوا وفرحانين. هي أنا بشكر جدا وزارة الداخلية على المبادرة الجميلة ديت اللي عملتها مع أبنائنا. وفي ذات السياق قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتنظيم احتفالية لوفد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم لهم. محتاجين جميع الوزارات تحذو حذو وزارة الداخلية. بتقول إن وزارة الداخلية هي اللي ساعدتها في كل حاجة، أول باب اتفتح لها هو وزارة الداخلية من 4 سنين، دعموها وقفوا معاها وعملوا دورات تدريبية كتير خاصة بالسادة الضباط والأفراد. لما كان قبل كده بيروح يعمل بطاقة أو أي حاجة مستند رسمي كان الموضوع صعب قوي، دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا، جواز السفر، البطايق، الحاجات دي بقت، المكاتب بقت مفتوحة وفاهمين بعض، وفي أسابيع كمان مجانية كمان بتتعمل، بيشكرهم جدا. وبقول لوزارة الداخلية إن هي بتساعدنا كتير في الأحوال المدنية وبتساعدنا في الجوازات السفر، أنا مبسوطة جدا، ربنا يحفظكم جميعا. كان بيقف في طابور طويل عشان يخلص المستند بتاعه، دلوقتي بقى خلاص بقى عارف انه صم، بقى في حد يقول له لا تعالى اعدي الطابور، انت ليك معامله خاصه، بقى نفسيا مرتاح وربنا يحافظ عليك ووزير الداخليه وكل القائمين على المبادره. دور مجتمعي تحرص وزاره الداخليه على تفعيله واهتمام منها بذوي الاحتياجات الخاصه، تيسر عليهم في المواقع الشرطيه وتنظم زيارات لهم احتفاء بهم، لتؤكد الوزارة دائما أن دورها الإنساني لا يقل أهمية عن دورها الأمني. أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بوجودها بين أسر مصر المنتجة في معرض ديارنا تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية فيسبوك إن المعرض يعد فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة، مشيرة إلى أنه أبهرها أيضا الحرف والأشغال اليدوية لذوي القدرات الخاصة التي تؤكد دورهم العظيم كشريك دائم في نجاح هذا المعرض. كانت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قد افتتحت معرض ديارنا 2019 للأسر المنتجة بأرض المعارض بمدينة نصر. يشارك في هذا المعرض نحو 500 عارض يمثلون أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والأسر المنتجة للأشغال اليدوية، كما تحل محافظة الفيوم ضيف شرف لهذا العام. يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدلة على شمال الصعيد، مائل للدفء شديد البرودة ليلا مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
درجات الحرارة أيضا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام جولة أنباء التاسعة قدمناها لحضراتكم من إكسترا نيوز. هذا تذكير بعناوينها. الرئيس السيسي يشدد في اتصال هاتفي مع ترامب ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا. المحكمة الدستورية التركية تؤكد أن حجب السلطات لموقع ويكيبيديا انتهاك لحرية التعبير. تقرير بريطاني جديد يكشف انتهاكات جديدة يواجهها الأساتذة الجامعيون في قطر. إذن مشاهدينا وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة. المزيد من الأخبار تابعونا دائما على موقعنا الإخباري extranews.tv. كنا معكم في هذه النشرة أحمد أبو زيد ونانسي نور. إلى اللقاء.